السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتي الثانية Everything with Hiba. كثير من الأخوات طلبنا مني في التعليقات وصفة الحناء لترطيب الشعر، لتغذية الشعر، لعلاج الشيب، للتخلص من شيب الشعر والهيشان شعر الجاف، كذلك لتقوية البصيلة ولتقوية الشعرة وحمايتها كأنه بوتوكس طبيعي للشعرة، تغذيتها، ملء فراغاتها، التجعدات، التكسرات الموجودة في الشعرة. وصفة اليوم هي وصفة جدتي المصنوعة من الحناء، مادة طبيعية مغذية للشعرة، تخترق الشعرة، ترطبها، تغذيها، تعطيها لمعة وتساهم في طولها وكثافتها. طبعا وصفة الحناء ممنوعة على صاحبة الشعر المصبوغ كيميائيا، تستعملها فقط اللي عندها شعر طبيعي أو في حناء من قبل، أو على الأقل الصبغة انتهت من الشعر على الأقل يعني من 6 أشهر أو سنة. هذه نصيحتي، لأنه الصبغة الكيميائية تغطي الشعر فقط، تصبغها، تغلفها، لكن صبغة الحناء علاج وتخترق الشعرة، تخترقها يعني تعالجها من الداخل كذلك. ما يعني هي الوصفات الطبيعية أفضل من العلاجات الكيميائية والصبغات الكيميائية. تابعوني أخواتي مع وصفة الحناء هذه اللي تعالج الشعرة، تغذيها، ترطبها، تعطيها لون جميل كذلك. أهم عنصر في هذه الخلطة هي الحناء. الحناء تخترق الشعرة ولا تغلفها، تخترقها يعني وتعالجها من الداخل. الحناء تجعل الشعرة رطبة ملسة، تزيل الهيشان، كذلك تزيد في الطول وتعطي الشعر لمعة، مغذي طبيعي للشعر وللفروة وللبصيلة كذلك. الحناء صديقة النساء. أنا نضع لكم عينة صغيرة وأنتم نضعي 2 كمية، مثلا مقدار في 2 كوب صغيرين من الشاي هكذا، وإذا كان شعرك طويل ضعي مقدار 2 كوب كبيرين. أضيفي له الأملج، الآملة مثل هذه كما نسمع كلمة دابر آملة، نبات الآملة يستورد من الهند، احنا هنا في الجزائر يباع عند العطارين مطحون. اشتري حبوب واطحنه بنفسك في البيت وانخليه، يعني غربي له جيدا، او اشتريه مطحون جاهز من عند العطار. غني بالفيتامين سي ومضادات الاكسده، يحمي الشعر ويغذيه ويخترق الشعره، يعطيها غذاء رائع يعني وترطيب. ضيفيه الى الحناء مقدار 2 كوب من الحناء، ضيفي له ملعقه كبيرة من الأملة، الأملج مطحون، في الدول العربية يباع عند العطارين اسمه الأملج. نحتاج مقدار ملعقة كبيرة هكذا، نضيف كذلك ملعقة من زيت الخردل. زيت الخردل ممتاز للشعر وللفروة، إذا ضفناه إلى خلطة الحناء راح يساعدها باش يعني الحناء لا تجفف الشعر، يعني يغذي الشعرة بطريقة أنه الحناء لا تجفف، يعني تكون خلطة متكاملة. نضيف ملعقة كبيرة، وإذا ضعفت الكمية ضعي ملعقتين كبيرتين. المحلول اللي نخلط به الحناء هو مغلى البصل والشاي الأسود، هذا الشاي الأسود. الشاي الأسود يزيل الشيب، يخفي الشيب ويغطي الشعرة، يغطي البصيلة كذلك، يعطي لون جميل لما يخلط مع الحناء، وفي نفس الوقت يعالج الشعرة ويخفي هذاك الشيب. نخلط مثلا مقدار 3 ملاعق من الشاي الأسود، نضيف لها أوراق البصل، أوراق البصل الأحمر مغذية للشعرة، تزيل التساقط، تخلصك من التساقط وفراغات الرأس كذلك، وفي نفس الوقت تخفي لك الشيب وتعالج الشعرة والفروة. مثالية للشعر أوراق البصل. نخلطها مع الشاي الأسود هكذا، ضيفي لها الماء، مع
مقدار ثلث أكواب كبيرة من الماء، ثلث ملاعق صغيرة من الشاي الأسود وأوراق البصل. اتركيها تغلي لمدة 10 دقائق واطفئي النار واتركيها تتخمر مدة نصف ساعة حتى ساعة كاملة وقومي بتصفيتها. تعطيك هذا المحلول، محلول الشاي الأسود مع البصل، هو اللي نخلط به الحنة هذه. نضيف الشاي الأسود، نضيف المحلول إلى الحنة بكميات متواصلة حتى نتحصل على عجينة. بعد ما تخلطيها جيدا جيدا غطيها هكذا وضعيها في، يعني غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها ليلة كاملة تتخمر هكذا، وفي الصباح أزيلي الغطاء وضيفي لها حبة بيض. البيض لا يضاف يعني في البداية، البيض يضاف بعد أن تتخمر ليلة كاملة هذه العجينة، عجينة الحناء. لأنه لو تتركي البيض ليلة كاملة راح يتعفن. البيض ضعيه مباشرة يعني قبل الاستعمال بدقائق. أخلطيها جيدا حتى تصبح بهذا القوام هذا. طبقيها على الشعر كامل من الأطراف إلى الجذور كاملة بالخصل بالخصل حتى تنتهي تماما. بعد ذلك يعني غطي الشعر ببلاستيك غذائي واتركيها ساعتين. اغسليها جيدا بالماء الدافئ وبعد ذلك يعني بالبلسم. كرريها مرة في الأسبوعين أو مرة في 20 يوم أو مرة في الشهر. وأذكر أن شعرها مصبوغ بالصبغة الكيميائية ممنوع تستعملها الحنة، ضروري تستنى 6 أشهر أو سنة على الأقل. بلسم طبيعي بمكونات مضمونة متواجدة في البيت، تعطيك شعر انسيابي حريري ملمس ناعم، تغذيه تزيل هذيك الخشونة والشعر المتجعد يتغذى الجاف والمتقصف. ماسك بلسم طبيعي، أي نوع بلسم عندك يكون قوامه سميك. ثانيا عندنا زيت الجوجوبا وعندنا كذلك زبدة الشيا بوغ دو كاريتي، تستورد من كوتيفوار من الأفارقة، تستخرج من شجرة الشيا، ممتازة في هذا الوصفة للشعر. أنا نعطيكم كمية صغيرة وأنتم ضعيف الكمية حسب قوام وطول الشعر. نأخذ ملعقتين من زبدة الشيا، نضيف لها ملعقتين من البلسم. ونضيف له كذلك ملعقة من زيت الجوجوبا. طريقة الاستعمال، بعد غسل الشعر بالشامبو قومي بتشليله قليلا. ضعي هذا الماسك هذا البلسم هذا على الشعر كامل. اعملي مساج للشعر من الجذور الى الاطراف كأنك تسحبي الشعر الى الاسفل بطريقة المساج. المساج هكذا، غطيه بكيس بلاستيكي او بلاستيك غذائي، اتركيه لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك قومي بتشليل الشعر عادي. يكرر هذا البلسم في كل مرة تغسلي شعرك استعمليه، وبإمكانكم الاحتفاظ بالباقي إلى استعمال ثاني وثالث لأن مواده طبيعية لا تضر. ننتقل الآن إلى البلسم الثاني. عندنا بلسم هاواي أو أي نوع بلسم عندك يكون قوامه سميك، أفرغي منه ربع فنجال أو فنجال صغير أو 4 ملاعق كبيرة حسب يعني طول الشعر وكثافته. نضيف له نفس المقدار من زيت الزيتون. هذه الوصفة تختلف عن الوصفة الأولى. هذا الكريم بإمكانك استعماله كماسك، ضعيه على الشعر وهو جاف ناشف، طبقيه على كل الشعر حتى على الأطراف الجذور. اعملي هكذا تدليك خفيف
غطيه ببلاستيك غذائي، اتركيه لمدة ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم مرة ثانية.